لا زال حديثي في الركن الرابع من أركان عقيدتنا التوحيدية، ومثلما بينت لكم في الحلقات الماضية من أننا لا نستطيع أن نلامس بعقولنا وقلوبنا ما يرتبط بمضمون الركن الأول وكذلك ما يرتبط بمضمون الركن الثاني إلا عبر ملامسة ذلك من خلال عقيدتنا بالركن الثالث من أركان عقيدة التوحيد، أن نتوجه بعقولنا وقلوبنا إلى إمام زماننا. نحن كيف نتواصل مع إمام زماننا؟ نتواصل مع إمام زماننا من خلال مشاعرنا. من هنا جعل رسول الله صلى الله عليه وآله أجره على الرسالة المودة، لأننا لا نستطيع أن نتواصل بعقولنا. تواصلنا بعقولنا مع إمام زماننا تواصل محدود، لا نستطيع أن نفعله تفعيلا كاملا في واقع حياتنا من دون أن نتواصل تواصلا من خلال مشاعرنا. من هنا فإن الدين حب وبغض، حب للخير وبغض للشر. من هنا فإن الدين ولاية وبراءة، ولاية للحق وأهله وبراءة من الباطل وأهله، وكل ذلك مشاعر، عواطف، حواس، ميول، رغبات، إنها عناوين للنشاط الوجداني، للتفاعل العاطفي. كما قلت لكم فإن الأجر الذي يجب علينا أن ندفعه إلى أجيرنا الذي هو رسول الله، هو الذي يقول أنا أجيركم، ألا لعن الله من منع الأجير أجره، فهو أجيرنا كما يقول هو صلى الله عليه وآله. أجره المودة، المودة إنها العاطفة، إنها الوجدان، إنها الحب، إنها فعلاقتنا تنشأ معهم صلوات الله عليهم جميعا ومع إمام زماننا بنحو خاص من هذه البوابة، من بوابة المشاعر، من بوابة العواطف، من بوابة الميل والحب والعشق. من هنا
أقرأ عليكم حديثا مهما جدا من الجزء الأول من الكافي الشريف من الطبعة نفسها التي قرأت عليكم منها في الحلقات الماضية. وهذا الباب باب النوادر، الحديث السادس، إنني أقرأ من كتاب التوحيد. الحديث السادس بسنده عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع، عن عمه حمزة بن بزيع، عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، في قول الله عز وجل: فلما أسفونا انتقمنا منهم. فقال إن الله عز وجل لا يأسف كأسفنا، ولكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون، وهم مخلوقون مربوبون، فجعل رضاهم رضا نفسه وسخطهم سخط نفسه، لأنه جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه، فلذلك صاروا كذلك، وليس أن ذلك يصل إلى الله كما يصل إلى خلقه، لكن هذا معنى ما قال من ذلك، وقد قال: من أهان لي وليا، الله هو الذي يقول، من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ودعاني إليها. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. فكل هذا وشبهه على ما ذكرت لك. وهكذا الرضا والغضب وغيرهما من الأشياء مما يشاكل ذلك. ولو كان يصل إلى الله الأسف والضجر وهو الذي خلقهما وأنشأهما، لجاز لقائل هذا أن يقول: إن الخالق يبيد يوما ما، لأنه إذا دخله الغضب والضجر دخله التغيير، وإذا دخله التغيير لم يؤمن عليه الإبادة، ثم لم يعرف المكون من المكون، ولا القادر من المقدور عليه، ولا الخالق من المخلوق. تعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا، بل هو الخالق للأشياء لا لحاجة، فإذا كان لا لحاجة استحال الحد والكيف فيه، فافهم إن شاء الله تعالى. الكلام في نفس الاتجاه الذي حدثتكم عنه قبل قليل، من أننا لا نستطيع أن نتواصل مع الله، نحن نتواصل مع المعصوم عبر مشاعرنا، نحن لا نستطيع أن نتواصل مع المعصوم
عبر عقولنا إلا بمستوى ضعيف جدا. نتواصل مع المعصوم من خلال مشاعرنا، لا نستطيع أن نتواصل مع الله سبحانه وتعالى من خلال عقولنا ولا من خلال مشاعرنا. فليس هناك من جهة في الله تستطيع عقولنا أن تتواصل معها، وليس هناك من جهة في الله تستطيع مشاعرنا أن تتواصل معها، فإن الله خلقنا بهذه الكيفية، بكيفية فيها جنبة عقلية وفيها جنبة قلبية وجدانية عاطفية، ووضع في باطننا فطرة، وتلك الفطرة تحتاج إلى من يثيرها، والعقول التي عندنا تحتاج إلى من يخرج لنا دفائنها. فلذا نحن بحاجة إلى المعصوم الذي جعله الله سبحانه وتعالى جهة نستطيع أن نتواصل معها بعقولنا بنسبة معينة، بنسبة تلقي الحجج، بنسبة تلقي التعليم، وتلقي ما يمكننا أن نحوله إلى معرفة في قلوبنا، وجعل فيما بيننا وبينه بوابة للحب والبغض، لحبه وحب أوليائه، أتحدث عن المعصوم، ولبغض أعدائه وأوليائهم وشؤونهم. فلذا من أحبهم أحب الله. إذا أردنا أن نقول من أحب الله أحبهم، هذا الكلام من جهة التنظير والتعمق في التنظير يكون صحيحا، لكن من الجهة العملية على أرض الواقع بالنسبة لنا لا نستطيع أن نفعله. الذي نستطيع أن نفعله من أحبهم فقد أحب الله، ومن أبغضهم فقد أبغض الله. هل أدركتم ما المراد من ضرورة وجود الإمام؟ هل أدركتم ما المراد من ضرورة أن الله هو الذي ينصب الإمام؟ هل أدركتم من أن المراد من وجود الإمام ليس أن يحكم الناس، وإنما وجوده هو وجود الله بوجه من الوجوه؟ فلن نستطيع أن نتواصل مع الله مطلقا إلا من خلاله. فالإمام ليس معلما يعلمون الدين، هذا شأن من شؤونه، لكننا إذا حصرنا الإمام في هذه الجهة فقد أخطأنا خطأ كبيرا، وقد ذهبنا في متاهة وضلال مثلما فعل مراجع النجف حين جعلوا الإمام عالما يعلمنا الدين، ومثلما ضلت أحزابنا الشيعية أن جعلت من الإمام قائدا سياسيا وقائدا مجتمعيا، ومثلما تحدث آخرون من أن الإمام مصلح اجتماعي، ومن أنه مربي يربي الأمة
على أخلاق حميدة. هذه المعاني من أن الإمام مصلح اجتماعي، من أن الإمام مرب يربي الأمة على الأخلاق الحميدة، من أن الإمام قائد سياسي، من أن الإمام حاكم يقيم الحكومة بين الناس، هذه المعاني من شؤونهم، لكنها من الشؤون العرضية، ولذلك يستطيع الناس أن يسلبوها منهم. هذه من شؤونهم العرضية التي هي ليست أساسا في مقام حجيتهم المطلقة، هذه في حاشية الموضوع، وإنما يتصدى لها الإمام المعصوم لحاجة الخلق إليها. الإمام وجه الله، الإمام ليس قائدا سياسيا، الإمام هو الله بوجه من الوجوه، هو وجه الله. فالإمام لابد أن نعرفه بهذه المحرفة. أما هذا الهراء الذي يتحدث عنه مراجع النجف عن الإمامة في كتبهم العقائدية، ما هو إلا كخليفة من خلفاء السقيفة ولكن بنحو محسن، هذا هو إمام مراجع النجف. فهل أن الإمام الذي بهذا المستوى يمكن أن يكون وجه الله، ويمكن أن يطلق القرآن عليه هذا العنوان مثل ما مر علينا؟ هذا خليفة من خلفاء بني أمية، إلا أنه محسن، خليفة خير، أخلاقه حميدة، هذا هو الذي يحدثوننا عنه. الإمام ليس كذلك. إذا رجعتم وقرأتم الزيارة الجامعة الكبيرة، فإن الأوصاف التي يتحدثون عنها إذا وجدتموها فإنكم ستجدونها في حاشية المضامين، أنا لا أنكرها، لكن الإمام إذا أردنا أن نعرفه، لا أن نعرفه بهذه الطريقة، لا أن نعرفه من أنه عالم دين يبلغ الدين لأمته، من أنه مصلح اجتماعي يحاول إصلاح المجتمع، من أنه مرب أخلاقي يربي الأمة على الأخلاق الحميدة، من أنه شيخ من مشايخ الصوفية يلبس الخرقة لأتباعه ومريديه بعد أن يصلوا إلى المراحل العالية في سلوك التصوف وفي سلوك العرفان. الإمام ليس كذلك. الإمام وجه الله. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم. من وحده قبل عنكم، ليس الكلام هنا عن تعليم، وإنما التوحيد لا يكون توحيدا إلا عبر أن نتوجه إليهم. نعم هم يعلموننا، ولكن هذا الأمر في حاشية المطلب. فإذا علمونا وما توجهنا إليهم فما قيمة هذا التعليم؟ فإذا علمونا وتوجهنا إلى جهة أخرى، علاقتنا بالإمام بالضبط ما جاء في دعاء الندبة الشريف: أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ ومر الحديث في معنى وجه الله، لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم. أنتم عليكم أن تتابعوا وأن ترابطوا بين مضامين هذه الحلقات، فإنني لا أجد وقتا كي أذكركم بما مر من كلام. الرواية واضحة وواضحة جدا، فإن
الإمامة الصادقة صلوات الله وسلامه عليه ماذا قال؟ قال إن الله عز وجل لا يأسف كأسفنا. هذه العواطف والمشاعر ليست موجودة عند الله، فكيف نستطيع أن نتواصل معه بمشاعرنا وعواطفنا؟ هذه المشاعر والعواطف ليست موجودة في الحقيقة المحمدية، إنما هي موجودة في محمد وآل محمد، في أئمتنا وسادتنا. إن الله عز وجل لا يأسف كأسفنا، فهذا المعنى لا نجده لا في المسمى ولا في الاسم، وإنما نجده في اسم الاسم. فالمسمى الذات الأولى والاسم الحقيقة المحمدية، وللحقيقة المحمدية اسم. جهة المشاعر والعواطف والوجدان هنا في اسم الحقيقة المحمدية، هذه هي الجهة التي نستطيع أن نتواصل معها. الذات الأولى منزهة عن المشاعر والعواطف، وكذا الحقيقة المحمدية فهي وجه الله، هي اسم الله، والاسم دال على المسمى، فمثلما المسمى منزه عن هذه المعاني فإن الحقيقة المحمدية منزهة عن هذه المعاني في وجهها الأكمل، في وجهها الأتم. أما فيما صدر منها من خلقيات بحسب مراتب الأسماء الحسنى وما تجلى في محمد وآل محمد، فإن جهة الارتباط بهم هي هذه، جهة المشاعر والعواطف والحب والمودة. من هنا أمرنا بأن نوجه مشاعرنا باتجاههم، فصادق يقول إن الله عز وجل لا يأسف كأسفنا، ولكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون، وهم مخلوقون مربوبون، فجعل رضاهم رضا نفسه، وسخطهم سخط نفسه، لأنه جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه، دعاة إليه وأدلاء عليه، هذه جهة الارتباط، هم يدعوننا إلى الله وكذلك يرشدوننا إليه، هم الأدلة إليه، عبر المودة، عبر المحبة، عبر التوجه إليهم، فهم وجه الله. والله سبحانه وتعالى هو الذي أراد ذلك، وهو الذي صنع ذلك، وهو الذي يريد منا ذلك. لا شأن لنا بدين سقيفة بني ساعدة، ولا شأن لنا بدين سقيفة بني نجف. الكلمات واضحة والواقع العملي يتطابق مع هذه الكلمات الواضحة، وهذا الأمر بين ومنتشر في قرآنهم
المفسر بتفسيرهم، منتشر في أدعيتهم، في زياراتهم، في رواياتهم. مثال البث المباشر تذكروه دائما، فأنتم في مواجهة ما يعرض في شاشة التلفزيون لا تستطيعون التواصل مع الاستوديو، ولا تستطيعون التواصل مع الأمواج في الفضاء ومع منظومة البث والإرسال والاستلام، بل لا تستطيعون التواصل حتى مع تراكيب جهاز التلفزيون ومع الطريقة التي يشتغل بها، إنما تتواصلون مع الذي يعرضه لكم التلفزيون، لكن في الوقت نفسه أنتم لستم مقطوعين عن الأمواج في الفضاء وعن منظومة البث والإرسال والاستلام، لأن التلفزيون مرتبط بها وهو يمثلها بوجه من الوجوه، وتلك الأمواج وتلك المنظومة ترتبط مع الذي يجري في الاستوديو، ما هي بمنفصلة عنه، الكل واحد ولكن من حيثية من الحيثيات. فنحن حينما نتوجه إلى المعصوم، هذا هو البث المباشر من قبل الله سبحانه وتعالى، فالمعصوم هو السبب المتصل بين الأرض والسماء. هذا هو الركن الثالث، والتواصل معه هو الركن الرابع. إلى بقية الرواية التي قرأتها عليكم، الرواية طويلة ولا أجد وقتا لإعادة قراءتها. من نفس الباب صفحة 166، الحديث 11 بسنده، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه، زرارة يقول: سألته عن قول الله عز وجل: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال: إن الله تعالى أعظم وأعز وأجل وأمنع من أن يظلم. ولذا نحن حينما نقسم الظلم بحسب ثقافتهم، هناك ظلم لله، والقرآن صرح من أن الشرك ظلم عظيم، والشرك هو ظلم لله بحسب تقسيم أنواع الظلم، فهناك ظلم لله، وهناك ظلم للخلق للعباد، وهناك ظلم للنفس، وهذه المعاني واضحة لديكم. إن الله تعالى أعظم وأعز وأجل وأمنع من أن يظلم، ولكنه خلطنا بنفسه، خلط محمدا وآل محمد بنفسه، ولكنه خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه وولايتنا ولايته، حيث يقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا
يعني الأئمة منا. ثم قال في موضع آخر: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم ذكر مثله يبدو أن الكلام من زرارة، من أن الإمام الباقر قد جاء بأمثلة أخرى من آيات الكتاب الكريم التي تتحدث عن نفس هذا المضمون. فإما أن زرارة قد نسي النص المتبقي، أو أنه أراد أن يختصر الكلام باعتبار أن الأمثلة التي ذكرها هي الأمثلة التي ذكرها الإمام وما ذكرها زرارة. على أي حال، الرواية واضحة وواضحة جدا من أن المشاعر والعواطف وما يجري في عالم وجداننا وفي هواجسنا وفي حواسنا في هذه الطبقة من وجودنا ومن تكويننا لا علاقة له، لا بالذات الأولى ولا بالحقيقة المحمدية. كل ذلك سبيل ارتباط بأئمتنا الذين هم بين أظهرنا. بعبارة أخرى، هذا هو سبيل الارتباط بالحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل. يا سيد السادات، يا مجيب الدعوات، يا رافع الدرجات، يا ولي الحسنات، يا غافر الخطيئات، يا معطي المسألات، يا قابل التوبات، يا سامع الأصوات، يا عالم الخفيات، يا دافع البليات، سبحانك يا الغاث الغاث. يا من هو رب كل شيء، يا من هو إله كل شيء، يا من هو خالق كل شيء، يا من هو صانع كل شيء، يا من هو قبل كل شيء، يا من هو بعد كل شيء، يا من هو فوق كل شيء، يا من هو عالم بكل شيء، يا من هو قادر على كل شيء، يا من هو يبقى ويفنى كل شيء، سبحانك يا الله الغاث. يا أعظم من كل عظيم، يا أكرم من كل كريم، يا أرحم من كل رحيم، يا أعلم من كل عليم، يا أحكم من كل حكيم، يا أقدم من كل قديم، يا أكبر من كل كبير، يا ألطف من كل لطيف، يا أجل من كل جليل، يا أعز من كل عزيز، سبحانك يا الله الغاث. خلصنا من النار. هذه العبارة التي سأقرأها عليكم من زيارة عاشوراء
إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. هذه العبارة تلخص كل المضامين المتقدمة، أتحدث عن المضامين المتقدمة في هذه الحلقة. نخاطب الحسين بهذا الخطاب: يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. هذا الخطاب موجه لهم عموما، لمحمد وآل محمد وللحسين خصوصا. فإننا نقرأ من زيارة عاشوراء التي هي زيارة خاصة ومخصوصة بسيد الشهداء. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. هذا هو ديننا وهذا هو التوحيد. علاقتنا بهم هي هذه. نحن لا نستطيع أن نخاطب الذات الأولى أو أن نخاطب الحقيقة المحمدية من أننا سلم لمن سالمهم، ومن أننا حرب لمن حاربهم. هذه المضامين ليس لها من جهة ارتباط لا بالذات الأولى ولا بالحقيقة المحمدية. حين نسالم من أجل الحسين إننا نسالم من أجل الله، وحين نحارب من أجل الحسين إننا نحارب من أجل الله. هذا الأمر في نهايته، في خواتيمه، هو هكذا، إنما الأمور بخواتيمها. لكننا نتعامل بشكل مباشر مع إمام زماننا. هذا هو مضمون بيعة الغدير، وهذا هو مضمون الدين في مرحلة التأويل. الدين في مرحلة التنزيل نسخ، الدين في مرحلة التأويل هو هذا، وهذا هو التوحيد في مرحلة التأويل. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. فهل أنا سأعيش إلى يوم القيامة؟ حتى لو مت وبعد ذلك بعثت وبعد ذلك مت وبعد ذلك بعثت وهكذا، فإن الدين هو الدين، وإن الحقيقة هي الحقيقة. يا أبا عبد الله، إني سلم لمن سالمكم، وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. هو المضمون نفسه في الزيارة الجامعة الكبيرة. فمعكم معكم لا مع غيركم، هذا هو مركز العلاقة في الزيارة الجامعة الكبيرة بمحمد وآل محمد. فمعكم معكم لا مع غيركم، هذه الجهة التي نتواصل معها. نحن لا نستطيع أن نقول لله فمعك معك لا مع غيرك. من جهة التنظير يصح هذا، ولكن من جهة العمل، من جهة إمكاناتنا، من جهة قدراتنا، لا نستطيع أن نقول ذلك لله. من جهة التنظير نعم نستطيع أن نقول من أننا معك معك يا الله لا مع غيرك، مثلما نقول في هذا التعبير لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هو نفس المضمون
معكم معكم لا مع غيركم، ولكن في سياق واتجاه آخر. ويتجلى المعنى واضحا صريحا في زيارة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها حين نخاطبها: فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، بتصديقنا لمحمد وعلي، مثلما هو في مقدم الزيارة. فإنا نسألك إن كنا صدقناك يا زهراء إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما، بتصديقنا لمحمد وعلي، لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك. العنوان الأول الذي ربى النبي الأمة عليه باتجاه فاطمة المودة الواجبة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فاطمة هي العنوان الأول من القربى. محمد صلى الله عليه وآله إذا أردنا بحسب الأعراف أقرب الناس إليه على النحو الأسري، فاطمة هي بنته الوحيدة. نحن لا نتحدث هنا عن عنوان أهل البيت العقائدي، أتحدث عن الأسرة، عن الروابط الرحمية والأسرية بحسب العرف. العنوان الأول فاطمة. وماذا حدثنا عن فاطمة بعد المودة؟ كان هذا المضمون الذي ينتشر في كتب الشيعة وفي كتب السنة، من أن الله يرضى لرضاها ويغضب لغضبها. هذا المضمون موجود في كتب الشيعة وفي كتب السنة، حتى في صحاحهم، في صحاحهم كصحيح البخاري وصحيح مسلم، هذه المضامين موجودة. فإن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. عنوان المودة، عنوان الرضا، عنوان الغضب، كلها تشير إلى الجهات التي تحدث عنها إمامنا الصادق فيما قرأته عليكم من الكاف الشريف. هذه المضامين تأخذنا إلى أين؟ تأخذنا إلى سورة البينة. وإلى الآية الخامسة بعد البسملة من سورة البينة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا هو التوحيد. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا الدين بكله، بعقائده، بعباداته، بتكاليفه، بكل منظومته. وذلك دين القيمة. جهة الاتصال بها هي هذه: المودة والرضا والغضب، أن نرضى لرضاها وأن نغضب لغضبها، أن نوالي من توالي وأن نعادي من تعادي، أن نوالي أولياءها
وأن نعادي أعداءها. هذه هي جهة الارتباط بالقيمة. فإن محمدا صلى الله عليه وآله ثقفنا بخصوص علاقتنا بفاطمة وفقا لهذه العناوين، لعنوان المودة، ولعنوان أن الله يرضى لرضاها وأن الله يغضب لغضبها، ومن أنها أم أبيها، ومن أنها بضعته، بضعته قطعة منه، ومن أنها مهجته، ومن أنها روحه التي بين جنبي. كل هذه المضامين تقودنا باتجاه العواطف، باتجاه المشاعر، باتجاه ما يدور في وجداننا وما يدور في قلوبنا، باتجاه الميل، باتجاه الحب، باتجاه الود، في هذه الاتجاهات وهي جهة الارتباط بهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا ما ذهبنا إلى سورة التوبة وفي الآية 24 من سورة التوبة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه الدنيا بكل تفاصيلها وهذه هي أهم اهتمامات الناس، الأمر لا ينحصر بهذه العناوين، لكن هذه العناوين هي التي تشغل بال الناس، وإلا يمكن أن يكون في الناس من يكون مشغولا بأشياء أخرى من شؤون الدنيا، أن يكون مهووسا بطلب الرئاسة والسلطة كما عليه حال مراجع النجف وحال أولادهم وأصهارهم، الهاجس الأول والأخير الذي يسكن في قلوبهم، كيف يحصلون المرجعية، كيف يوسعون المرجعية، كيف يجمعون الأموال، كيف تكون الشهرة الذائعة لهم، كيف وكيف. وتأتي هذه العناوين بعد تلك العناوين. على أي حال، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الذي يكون بهذا الحال فإنه فاسق ضال والله لا يهدي القوم الفاسقين، فهو فاسق ضال الذي لا يكون الحب لرسول الله ولآله ولشؤونهم هو المقدم في قلبه على كل حب
فهو فاسق وضال ولن يهتدي، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أقرأ الآية مرة أخرى عليكم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد، هذا من شؤونه، لا يقايس الجهاد برسول الله ولكن من شؤون رسول الله، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الآية واضحة ولا تحتاج إلى تعليق كثير. لماذا؟ لأن الحب هو الذي يربطنا بهم، وحينما نرتبط بهم فإننا نرتبط بالله. بقدر حبنا نتوجه إليهم، بقدر توجهنا إليهم إننا نتوجه إلى الله. من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم. هذا هو منطق قرآنهم، وهذا هو منطق زياراتهم وأدعيتهم، وهذا هو منطق كل حديثهم وكل رواياتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وذلك دين القيمة، علاقتنا بالقيمة هي هذه، بينتها لنا زيارتها الشريفة. فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لمحمد وعلي، لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك. هذا هو التوحيد بعميق معناه. إنني أتحدث عن الركن الرابع من أركان عقيدتنا التوحيدية، ومثل ما قلت لكم من أن عقيدة التوحيد لا يمكن أن تكون سليمة وسديدة من دون اجتماع هذه الأركان الأربعة التي تقدم الكلام عنها، ولا زلت أحدثكم في أجواء الركن الرابع. نذهب إلى فاصل. يا من هو في ملكه مقيم، يا من هو في سلطانه قديم، يا من هو في جلاله عظيم، يا من هو على عباده رحيم، يا من هو بكل شيء عليم، يا من هو بمن عصاه حليم، يا من هو بمن رجاه كريم، يا من هو في صنعه حكيم، يا من هو في حكمته لطيف، يا من هو في لطفه قديم، سبحانك يا الله الغافر، يا من لا يرجى إلا فضله، يا من لا يسأل إلا عفوه، يا من لا ينظر إلا بره، يا من لا يخاف إلا عدله، يا يا من سبغت رحمته غضباً،
بكل شيء علمه، يا من ليس أحد مثله، سبحانك يا الله. خلصنا. هذه باقة جميلة من تطبيقات لما تقدم من عرض لمضمون الركن الرابع من أركان عقيدتنا التوحيدية. أقرأ عليكم من كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي رضوان الله تعالى عليه، وهذه الطبعة طبعة مكتبة صدوق طهران إيران. هذا هو الباب 59 من أبواب كامل الزيارات، صفحة 160، الحديث السابع بسنده عن الحسين ابن محمد القمي قال: قال لي الرضا، إمامنا الرضا صلوات الله عليه، يحدث الحسين ابن محمد القمي: أذهب إلى موطن الحاجة من الرواية. ثم قال لي الإمام الرضا يقول للحسين القمي هذا: من زار قبر أبي عبد الله بشط الفرات كان كمن زار الله فوق كرسيه. هذا هو التواصل معهم، هو تواصل مع الله. هو من زار قبر أبي عبد الله، قبر الحسين، بشط الفرات كان كمن زار الله فوق كرسيه. قطعا هذه التعابير بوجه مقاربة، وهذا الأسلوب وفقا لقانون المدارات. المعاني أعظم من كل ما يظهر من هذه الألفاظ، هم وجه الله. التواصل مع هذا الوجه هو تواصل مع الله سبحانه وتعالى. كما قلت لكم، هذه باقة جميلة من تطبيقات للمضمون الذي حدثتكم عنه. فإمامنا الرضا يقول: من زار قبر أبي عبد الله، من زار قبر الحسين بشط الفرات كان كمن زار الله فوق كرسيه. في الباب نفسه الحديث الأول صفحة 159 في الباب 59 بسنده عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله لإمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما لمن زار قبر الحسين؟ ما الذي يناله؟ ما لمن زار قبر الحسين؟ ما لمن تواصل معكم عبر الحسين؟ فماذا قال الصادق؟ قال: كمن زار الله في عرشه. والمضمون هو في الحديث 11 من نفس الباب بسنده عن بشير الدهان: أذهب إلى
موطن الحاجة من الرواية الشريفة. والحديث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الإمام يقول لبشير الدهان: يا بشير، من زار قبر الحسين عارفا بحقه، عارفا. هذه المضامين، أنه من زار الحسين كان كمن زار الله فوق كرسيه، كان كمن زار الله في عرشه. هذه المضامين بهذا الشرط، أن يكون عارفا بحق الحسين صلوات الله وسلامه عليه. إنها العقيدة السليمة التي أحدثكم عنها. إذا كنت تزور الحسين وأنت تعتقد من أنه قائد سياسي قام بعمل تغييري سياسي انقلابي لتغيير النظام الأموي الفاسد، إنها معارضة سياسية بحدود هذا الفهم. أنا لا أنكر هذه الجهة، فهذه الجهة حقيقة قد وقعت على الأرض، لكنها لا تشكل شيئا لا من الحسيني ولا من مشروع الحسيني ولا من عاشوراء ولا من منزلته ولا من كل شؤونه. هذا الحديث لا يشكل شيئا. إذا كنت تزور الحسين كما يزوره الوائلي، مثلما يحدثنا في مجالسه من أنه يزور تلك الصرخة المدوية، إنه يزور ذلك الموقف الذي من هذا الخرط، إذا كنت تزور الحسين بهذا المنطق فما أنت بعارف للحسين، ولن تكون بهذه المنزلة كمن زار الله في عرشه. وهذا يعني أنك لست موحدا، أنت لست مخاطبا من الحسين حين خاطب الأجيال: ألا من موحد يخاف الله فينا. هذا الخطاب لم يكن خاصا بيوم عاشوراء، هذا الخطاب لي ولكم وللأجيال القادمة. فمن منا يجيب هذا الخطاب: لبيك داعي الله؟ من منا يجيب هذا الخطاب؟ يجيب هذا الخطاب العارف بالحسين. من هو الشيعي؟ الشيعي هو العارف بإمام زمانه، لا هذا الهراء الذي يتحدث به الوائلي، ولا هذا الهراء الذي يتحدث به الشعراء والرواديد. هؤلاء يبعدونكم عن الحسين، هؤلاء يتحدثون عن حسين آخر لا أدري من أي مزبلة جاءوا به. الحسين الذي يتحدث عنه الصادق هنا ما هو عند الشعراء والرواديد، ولا عند الوائلي، ولا عند السيستاني، ولا عند محمد باقر الصدر. عودوا إلى بياناتهم، عودوا إلى كتبهم، يتحدثون عن حسين آخر، الحسين الذي تؤمن به الأحزاب الشيعية الدينية القطبية، لا علاقة له بحسين الذي تتحدث عنه هذه الروايات. العارف بالحسين هو الموحد، والموحد هو الذي على عقيدة سليمة، والعقيدة السليمة هي هذه التي أطرحها بين أيديكم. إنها عقيدة سليمة لا لأنني أتبناها، لأنني أخرجها لكم من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم. هذه هي معارفهم، وهذه هي ثقافتهم، وهذه هي العقائد التي يريدون منا أن نعتقد بها، لا هذا الهراء الذي يقدمه السيستاني لكم وبقية المراجع. أنا أتحدث عن السيستاني لأنه هو الأعلى بينهم، وإلا فإن البقية
على نفس الهراء وعلى نفس الضلال. إذا كنتم تبحثون عن حسين فإن حسينا الذي إذا ما زرتموه عارفين بحقه كنتم كمن زار الله في عرشه، فليس عند السيستاني وليس في حوزة النجف وليس عند الشيرازيين. هذا الحسين في قرآنهم المفسر في تفسيرهم، هذا الحسين في زياراتهم التي تفهم وتشرح بحسب قواعد تفهيمهم. ابحثوا عن الحسين، هذا الحسين الذي يقدمه لكم الشعراء والرواديد وتقدمه الفضائيات التابعة للسيستاني وللشيرازيين ولغيرهم. هذا حسين آخر، هذا حسين لا علاقة له بحسين فاطمة. تريدون أن تبقوا على حسينكم هذا؟ أنتم أحرار، تريدون أن تبحثوا عن حسين فاطمة؟ على الأقل عودوا إلى برنامج يا حسين البوصلة الفائقة، موجود على الشبكة العنكبوتية، وإذا وجدنا فرصة سنعيد بثه على هذه الشاشة. ووعدتكم في قادم الأيام إذا وفقت لذلك أن أعيد معكم قراءة الحسين وفقا لمنهج الحجة ابن الحسن وليس وفقا لمنهج السيستاني والخوئي ومحمد باقر الصدر ومحمد الشيرازي وأمثال هؤلاء، وفقا لمنهج الحجة ابن الحسن. أعيد قراءة الحسين بين أيديكم إن وفقت لذلك في قادم الأيام في مجموعة أخرى من حلقات هذا البرنامج. يا بشير، الإمام الصادق يقول، يخاطب بشير الدهان، يا بشير من زار قبر الحسين عارفا بحقه كان كمن زار الله في عرشه. في نص آخر في الكتاب نفسه في الباب 54 صفحة 152 إنه الحديث 17 بسنده عن محمد بن أبي جرير القمي قال سمعت أبا الحسن الرضا صلوات الله عليه يقول لأبي محمد ابن أبي جرير القمي يقول سمعت الإمام الرضا يقول لأبي من زار الحسين بن علي عارفا بحقه، بهذا الشرط عارفا بحقه، كان من محدثي الله فوق عرشه، كان من محدثي الله فوق عرشه. ثم قرأ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الإمام الرضا يقول من زار الحسين بن علي عارفا بحقه كان من محدثي الله فوق عرشه. المضامين هي هي، لكنني بدأت بقراءتها بنحو تدريجي وأختم الحلقة بهذا الحديث الشريف الذي جاء في الباب 38 إنه الحديث 4 عن صفوان الجمال، يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. يقول
قال لي أبو عبد الله لما أتى الحيرة، بقي الإمام مدة من الزمان في الكوفة، صفوان الجمال يقول قال لي أبو عبد الله لما أتى الحيرة هل لك في قبر الحسين؟ يعني هل تذهب معي؟ هل تريد أن تذهب لزيارة قبر الحسين؟ قلت وتزوره جعلت فداك، هل تريد أن تزوره؟ قال وكيف لا أزوره؟ ثم ماذا قال؟ والله يزوره في كل ليلة جمعة، يهبط مع الملائكة إليه. والأنبياء والأوصياء، ومحمد أفضل الأنبياء ونحن أفضل الأوصياء، يعني أننا سنكون معه. قطعا نحن لا نفهم هذه الأحاديث بالتجسيد والتجسيم، هذا أمر بديهي. هذه الأحاديث تحدثنا عن جهة الاتصال والتواصل بحسبهم، بحسب محمد وآل محمد، مع الحقيقة المحمدية ومع الله سبحانه وتعالى. هذه الأحاديث تصب بهذه القوالب اللفظية لأن القوالب اللفظية قاصرة. وكيف لا أزوره؟ والله يزوره في كل ليلة جمعة. لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك، ووقت الحلقة انتهى، وبهذا ينتهي كلامي. فالركن الرابع من أركان عقيدتنا التوحيدية. قبل أن أودعكم أذهب بكم إلى تذكرة البرنامج. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إذا كنتم راغبين في إمامكم، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودتي القيمة والقائم صلوات الله عليهما. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.